انطلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقصر بالمازمة، معلومات مؤكدة مفادها قيام أحد الفلاحين بمشتت الشماري بلدية قصر بالمازمة بسقي محصول الصفصفة بالمياه القذرة. تم تشكيل دورية رفقة لجنة لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والتنقل إلى عين المكان. عند وصولنا للقطعة الأرضية عينا بأن الفلاح يقوم بوضع أنبوب بلاستيكي موصول بمضخة كهربائية موضوعة في مجرى مائي للمياه القذرة. تقوم هذه الأخيرة بسحب المياه من المجرى المائي لسقي محصول الصفصفة. المشتبه فيه أكد لنا بأنه هو من قام بنصب وتثبيت عدد السقي في المياه القذرة وسقي هذه القطعة الأرضية التي هي ملك له والتي تقدر مساحتها ب 1.5 هكتار. تم إعلام قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمروانة وكذا قاعة العمليات بباتنا. إعلام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مروانة أين جاءت في تعليماته حجز عدد السقي وتقديم المعني أمامه.